اخبار اليوم. هم ساعدونا ساعدونا طبعا في هذا المشروع ولا في ما هو اكثر من هذا المشروع؟ اي مشروع بنكلمهم فيه، وهم شعب جاد. اي شعب جاد، فلما بنطلب. وبالمناسبة يعني عشان بس من يعني انا في نقاشي مع كل المشروعات اللي احنا بنعملها بجد ردود الافعال دي كده، ردود الافعال المتلقي مني مدير المشروع او مدير الشركة بجده كده، بيستقبل ده، بيستقبل وبيتجاوب، لان مفيش حد بيعمل كده. فهم يعني بيقدروا ده وبيتجاوبوا معه. خلط الرئيس، اسمح لي في اللي جاي ده بقى هقول لحضرتك يا رئيس، الناس بتشتكي من ارتفاع فواتير الكهرباء والمية والغاز، ده غير الاسعار اللي موجودة، رغم الجهود اللي معمولة لدعم السلع الاساسية، بس الدنيا مش سلع اساسية بس. فحتى ما تقدمه الحكومة للناس اسعاره في ارتفاع شديد، فالناس بتكأر بالشكوى يا رئيس. طبعا شكوتهم على دماغي زي ما بيقول يعني، بس انا عايز اقول لهم حاجه. انا دايما ببقى صادق معاكم، حتى بالتكلفه الماليه اللي انتوا بتقولوا عليها صعبه دي، دي مش حق التكلفه الحقيقيه للخدمه اللي بتقدم، وارجو ان هم ما يزعلوش مني، لكن دي الحقيقه. شوفوا احنا عندنا